ائتوني بما ينفع الناس أعطيكم سنده من الكتاب والسنة. نجيب احنا ما اتفقناش يا اخويا على كده يا مفيدة. هو انا بقولك نسيب بعض؟ انا بقول نروح نتجوز عند المأذون وهو يبقى جواز رسمي قدام الخال. لا، اللي اوله شرط اخره نور. شرط ايه ونور ايه؟ انا فاكرك هتفرحي، فاهم ان انا عامل لك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ لا نفضل على حالنا، لا كل واحد يشوف حاله. طب ليه؟ افهم ليه؟ انا كل شهر باخد جنيه ونص معاش المرحوم جوزي فتوح، ولما اتجوز رسمي هينقطع المعاش. يعني انت عاجبك نفضل على الحال ده؟ نتقابل انا وانت كده زي الحراميه؟ حظي كده، بدل ما اضيع المعاش اللي باكل منه وانت ما تاخدنيش على باب الله. خلاص، نتجوز رسمي وما نبلغش، الحكومه هتعرف منين ان احنا اتجوزنا؟ هو في حاجه بتستخبى؟ طب ام سعيد قعدت تقبض معاش جوزها 3 سنين من بعد ما اتجوزت، ولما اتعرفت الحكايه خدوها على السجن. يا مفيده، ما هو برضه الجواز العرفي ده مش سليم، واحنا لا يمكن نستمر بالشكل ده. بقول لك يا اخويا، انت ما ترضليش الخساره، ولو كانت الجوازه مش لد عليك خلاص بلاش منها،
وهو نفضل جيران وحبايب. اديني عملت اللي قلت لي عليه، قلت لها نتجوز رسمي وهي اللي قالت لا. انت عملت زي اللي راح يصلي في الجامعه فلا مقفول، قال لك بركه يا جامعه. يعني اتجوزها رسمي غصب عنها؟ ده حتى ربنا ما يرضاش بكده. ربنا ما يرضاش باللي انت عامله. الجواز يا نجيب اهم حاجه فيه الاشهار والاعلان. واذا كانت صاحبه الشأن عايزاها عرفي. ولا انت ولا صاحبه الشأن تملكوا تحليل الحرام. يوه يقول لي حرام. يا نجيب انا سالت الشيخ مفتاح وهو قال لي ان الجواز العرفي حرام وتحايل على الشرع. الشيخ مفتاح ده ملوش في الدين، ده راجل بتاع فلسفه. نجيب انت عارف انا مش عارف حاجه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا هسال عالم كويس واللي يقول عليه همشيه. ايه رايك في الشيخ دهموش؟ ده راجل متشدد على الاخر وفتواه ما تخرش الميه. يلا مع السلامه. يلا يلا. اركان الزواج الايجاب والقبول، ولا يشترط ان يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة، فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإيجاب ولم يصدر بينهما ما يدل عن الإعراض فالمجلس متحد، وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة. يعني يا مولانا الزواج العرفي صحيح؟ يشترط لصحة الزواج وجود شاهدين على الزواج عاقلين بالغين، فلو شهد على العقد صبي أو مجنون أو أصم أو سكران فلا يصح هذا الزواج، لأن وجود هؤلاء كعدمه. يعني يا مولانا مش ضروري يبقى الزواج رسمي عند المأذون؟ توثيق الزواج من الأمور المستحدثة التي لا تؤثر على صحة العقد، وعند مالك وأصحابه أن الشهادة على الزواج أيضاً ليست فرضاً ويستغنى عنها بإشهار الزواج وإعلانه للناس. طب لو في ظروف تستدعي عدم الإعلان عن الزواج زي حالة الزواج العرفي كده؟ لو شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إزاعته فإن بعض المذاهب تراه صحيحاً مع الكراهة، بينما بعض المذاهب الأخرى. أنا ماليش دعوة بالمذاهب الأخرى، خلينا مع اللي تراه صحيحا. متشكرين يا مولانا، بارك الله فيك. الكلام ده يا نجيب بيسقط مصلحة المجتمع في رفض الزواج العرفي. وهي مصلحة المجتمع هتغير شرع ربنا؟ لا ما تغيرش شرع ربنا، لكن تفسر شرع ربنا. الفقهاء بيقولوا حيث تكون المصلحة فثم شرع الله. انت معارض الزواج ده من الأول ومش ممكن هتقتنع بيه، وانت عايزه ومش ممكن هترفضه، لكن بكره تعرف انه غلط. غلط في ايه بس يا محمد؟ انا يا دوب الحق معادي عند الشيخ محمد عبده، لما نرجع نبقى نكمل كلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اما ترجع يمكن ما تلاقينيش، اصل انا ناوي اخد الجماعه في الساحه النهارده شويه. هي عايزه كده وبصراحه معاها حق، احنا من يوم ما اتجوزنا ما خرجناش من البيت، وربنا بيقول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ولا يا شيخ محمد؟ اعمل اللي يعجبك. مش معقول مفيش سطر عدل؟ اللي بيجمع الحروف ده اول مره يشتغل. ايه بس اللي مضايق فضيلتك؟ برفات الكتاب بتاعي كلها غلط. فضيلتك تغير المطبعه. هي مطبعه ايه؟ كل المطابع على ده الحال. لو ما كنتش اراجع الكتاب بتاعي بنفسي كلمه كلمه يطلع كتاب تاني غير اللي انا كاتبه. الكتاب اللي فضلتك بتراجعه؟ رساله في الرد على الدهريين، الناس اللي قالوا كما جاء في كتاب الله العزيز ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. اعوذ بالله. الاتجاه ده للاسف ابتدى يتردد بعد النظريات الحديثه لدارون وغيره. لازم نواجه هذا الاتجاه قبل ما يتمكن من المجتمع بتاعنا. فعلا أنا عملت الكتاب ده
للرد على موجة الإلحاد، خصوصا بين شبابنا اللي اتعلم في الغرب. ربنا يقويك. تعرف ان كتاب الكتاب اسهل من مراجعته؟ الحروف الصغيرة دي بتتعب نظري، بس اعمل ايه؟ طب مش ممكن اتولى انا عملية المراجعة؟ هجيب بروفات من المطبعة واصححها على الاصل، وبعد كده اجيبها حضرتك تعتمدها. انت وراك دروسك. ده اهم الدروس. كفاية راجع كتب فضيلتك واكون اول من يقرأها. بس حضرتك ادي تعليماتك للمطبعة وانا هقوم بالمهم. بس انا مش عاوز اتعبك. فضيلتك تشرفني بالعمل ده، وانا الحمد لله في مسائل الاعراب والنحو والصرف عندي فكره كويسه. البركه في الشيخ دهموش اللي مش عاجبك. لا هو عاجبني، لكن انا اللي مش عاجبه. انا مش عارف ليه حضرتك سايب الشيخ دهموش واللي زيه. دول مشايخ في الازهر، عامل لهم ايه؟ فضيلتك عضو مجلس اداره الازهر. تعرف المواجهه تبقى ازاي؟ ندخل علوم حديثه وافكار متطوره. النور هو اللي بيبدد الظلام. طب فضيلتك مستني ايه؟ في اجتماع مجلس الاداره الجاي هطرح بعض الافكار، وربنا يسهل. النهارده برضو الاكل مسلوق زي ما قال الدكتور. الله، انا كنت فاكره ان انت لوحدك. ده محمد المراري طالب الازهر اللي كلمتك عنه. اهلا وسهلا، الشيخ بيشكر فيك قوي. ربنا يجعلني جدير بشكره. استاذن اخد البروفات واجيبها بكره ان شاء الله على طول. انت رايح فين؟ عشان تتغدى وتستريح. انت النهارده هتتغدى معايا. حضرتك طب يعني خليها فرصه تانية. الشيخ بيقول ان انت من مراغة والصعيده مش بخل. ان شاء الله فرصه تانية. الحكايه ان الاكل مش عاجبه، ذنبه ايه ياكل مسلوق؟ لا انا عندي اكل تاني، ملوخيه بالارانب اجيبها على طول. اوعى تقول لا، اوعى تقول لا، لو رفضت هتفضل ندمان طول العمر. 10 دقايق والاكل يكون جاهز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عملت ايه النهارده؟ اخبار الشيخ دهموش ايه؟ هتكون ايه؟ شوية نصوص قديمة قاعد يكرها. انا لازم احفظها، همتحن فيها. حفظتها؟ ما حفظتهاش هتسقط. الشيخ قالش منحتك. ليه؟ عشان ما بحضرلوش؟ تسيبه وتحضر للشيخ مفتاح. عبد المنعم ما بيتوصاش، بيقول الكلمتين اللي ربنا بيقدروا عليهم. شوية فيك وشويه في الشيخ محمد عبده، والباقي في جمال الدين الافغاني. انا عايز اعرف عبد المنعم ده عايز ايه بالظبط؟ ربنا مش هيهديه بقى. قول ربنا يخزيه وهو خزاه. خلاص هيسيب الازهر. يسيب الازهر يروح فين؟ يرجع بلده. ما دفعش اجره المطرح اللي قاعد فيه بقاله 3 اشهر. صاحب البيت اداله مهله لاخر الشهر، يا الدفع يا يلم حاجته ويمشي. ربنا يفك دقته. جالي بعد الدرس قال لي عايز اقعد عندك لمده اسبوعين على ما ادبر حالي. قلت له انا قاعد عند محمد المراغي. ما نطقش. كان عايز يقعد معايا. شوف ربنا او حوجولك. بس دي تبقى خساره كبيره قوي لو ساب الازهر. ده فاضل له سنه واحده وياخد الشهاده الاهليه. ربنا بيدي كل واحد على قد نيته. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وانت عامل ايه مع الجماعه؟ ماشي. كل جمعه بعد العصر اخدها وننزل قلعه الكبش. نتغدى عند الكبابجي ونتمشى شويه واعزمها على زازتين ازوزه وكوزين دوره مشوي كمان. انت راجع معاك قوي. هو انا بدفع حاجه؟ انا اعزمها وهي اللي بتدفع. طب ما بتخافش حد يشوفكم مع بعض؟ يشوف مين؟ الحته هناك محدش يعرفنا فيها خالص، وربنا بيستر. شفت بقى؟ الجواز ده لو رسمي ما كنتش خفت ان اي حد يشوفك. ما تفرقش. لا تفرق. في حديث شريف معناه الاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. يا محمد انا مرتاح كده، ما تقلبش عليا المواجع. هيجي وقت تعرف ان اللي بتعمله ده غلط. انا ماشي وسايب الازهر، بس بقولها لوجه الله. محمد عبده وشلته لو ما حدش وقف لهم هيخربوها. الحكايه ملخبطه ومحدش عارف الصح من الغلط. طب يا دوبك نحضر الدرس، هتيجي معانا؟ يلا بينا. لا درس ايه يعني، خلاص بقى. طب سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اتكلم معاك. وايه المناسبه؟ انا فهمت من نجيب انك هتسيب المطرح اللي انت قاعد فيه وهترجع البلد. وجاي تشمت؟ استغفر الله العظيم. امال عايز ايه؟ يهمك في ايه اقعد ولا امشي؟ وعشان ما تفرحش قوي انا مسافر البلد شويه، ولو ربنا سهل لي هرجع اكمل تاني. انا من عيله يماني، من سرسنا، ناس مقتدرين. السفر ملوش لزوم. تعال اقعد معايا بدل ما تقطع دراستك.
ايه؟ مالك؟ انت بتتكلم جد؟ وايه اللي هيقعد عليك من كده؟ يا اخي انا مش خسران حاجه، وبعدين ما هو نجيب قاعد معايا، المطرح بتاعي الساعة 3 و4، وهي فرصة نذاكر مع بعض، وانت ايه اللي يخليك تعمل معايا كده؟ مش معقول تسيب الازهر دلوقتي وانت قربت تاخد الشهادة. انا مش هسيب الدراسة، انا هرجع تاني بعد ما ربنا يسهل. خلاص، تعالوا معايا لغاية لما ربنا يسهل لك. الحكاية دي فيها ان؟ والله ولا ان ولا حاجة. يلا بس، تعال تعال، مش يمكن المطرح ما يعجبكش؟ يلا. الله الله الله، ايه اللي لم الشامع على المغرب؟ قعدت توقع بينا والاخر جه نقبك على شونك. انا برضو اللي وقعت بينكو. عبد المنعم هيقعد معانا، ايه رايك؟ ايوه، هو انا يعني صاحب المطرح عشان اقول اه ولا لا؟ لو قعدت هقعد اسبوعين لحد ما ادبر نفسي. تقعد معايا ولا مع نجيب؟ يقعد معايا انا عشان ما تفضلوش ناير ونقير مع بعض. ناير ونقير ايه؟ انت فاكر ان بينا ومن بعض حاجه؟ هما بس ولاد الحلال اللي بيولعوها. قصدك انا؟ لا مش انت، الله يسامحه بقى الشيخ محمد عبده هو اللي قاعد يقول اصلاح وتطوير لحد ما عملها فتنه في الازهر كله. فتنه؟ الشيخ محمد عبده عايز تطوير. تطوير ايه؟ ده لولا الشيخ دهموش الله يبارك له واللي زيه حافظه على التراث ما كانش بقى فيه ازهر. لا 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 لا، انا رايي بقى عكس كل الكلام اللي انت بتقوله ده. يا عبد المنعم طول بالك شويه لحد ما تحط رجلك في المطرح، وبعدين بقول اللي انت عايزه. شفت الاخطاء المطبعيه قد ايه؟ بس انا ما سبتش حاجه، رجعتها كلمه كلمه. بارك الله فيك. انا بس بستاذن فضيلتك تقول لي مطبعه تديني الفصل التاني عشان الحق ارجع. انا كده هضيع وقتك. وقتي عمره ما هيضيع في حاجه انفع من كده. ويا رايك في اللي قريته؟ انا برضو هقول رايي في حاجه فضيلتك اللي كاتبها. انا بعتز برايك ويهمني ان اسمع اي نقد للكتاب. فضيلتك بتعتمد في الاقناع على مفاهيم الإسلامية والآيات القرآنية، ده الأساس. ووجه اعتراضك على كده؟ معلش، أنا هقول رأيي. حضرتك بتعتمد على حاجات ما بقتش موجودة عند أغلب الناس. إزاي الكلام ده؟ الإسلام موجود والحمد لله. موجود كلمة على اللسان ونصوص في الكتب، لكن روح الإسلام ومقصده ومنهجه ما بقتش موجودة. هذا دورنا للتصحيح والتبصير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محدش عايز يسمع ولا يفهم، وحتى مصلحتهم مش عارفينها. تخطئ إذا تصورت أن الإصلاح سهل. الإصلاح يتطلب تغييرا شاملا في ظروف المجتمع وأفكاره، وتلك مهمة التعليم في الأمة. التعليم ده عملية بطيئة ومحتاجة وقت طويل. إذا كان الهدف كبيراً فلا لوم علينا أن نسعى لإنجازه بالتدريج. لو ألقى كل منا بحصاة في البحر لتجمع الحصى وأصبح صخرة هائلة تتكسر عليها أمواج الجهل والتخلف. المهم أن نبدأ. تعرف مولانا، أول حاجة نبدأ بها الإصلاح نلغي كل التراث القديم، هو ده اللي خلانا نتجمد وما نتطورش. ازاي الكلام ده يا محمد؟ اذا كانت الدول الحديثة بتبحث عن ماضي تنتسب اليه واحنا عندنا تراث عظيم، هل نكون كالسفيه الذي يبدد ثروته بدلا من ان يفيد بها؟ ما احنا مش عارفين نستفيد بيها. نحن نحتاج رسلا بين القديم والجديد، وتلك مهمة الازهر، منارة الاسلام على امتداد العصور. منارة الإسلام قبل أن ينطفئ نوره. نور الأزهر لم ينطفئ، ولكن زجاج المصباح غطاه السواد فلم يعد يشع النور. على العموم السبب ما يغيرش النتيجة، بل يغيرها. لو أن يدا مخلصة مسحت هذا السواد لعاد المصباح يشع النور مرة أخرى. أنت نفسك يا مولانا المفتي، كم جهدت عشان تمسح السواد على المصباح؟ حاولت وانت طالب في الازهر وايام شيخك جمال الدين الافغاني، ولسه بتحاول لغايه دلوقتي وانت عضو في مجلس اداره الازهر. ايه اللي اتغير؟ اللي حصل هو ظهور اتجاه قوي بين رجال الازهر للتطوير والتغيير، وعلينا ان نساند هذا الاتجاه وندعمه حتى يبلغ اهدافه.
الأسبوع ده في اجتماع مجلس إدارة الأزهر هقدم أفكار للتجديد والتطوير. شفت جريدة المؤيد النهاردة؟ يا أخي ده بقول صباح الخير الأول. خير؟ وهيجي منين الخير؟ ده مقال مبهدل الإسلام، مش هلفته خالص. إيه؟ وريني مكتوب إيه؟ دي ترجمة مقال منشور في الجورنال الباريسية، كاتبه مسيح هانوتو وزير خارجية فرنسا. الراجل ده شايل قوي من الإسلام. طبعًا، ما الإسلام ده هو اللي تعبهم في المغرب والجزائر. كل حاجة كويسة في الإسلام قلبها بالعكس. إن التوحيد وتنزيه الله عن البشرية حملت المسلم على الضعف والوهن وأدت إلى انقطاع الصلة بينه وبين خالقه. الكلام ده ما يطلعش غير من حاقد أو جاهل. استنى استنى. كذلك فإن عقيدة المسلمين في القضاء والقدر حملتهم على الجمود والركود والاستسلام للتخلف، فلا جدوى من العمل طالما كانت الأمور مقدرة ومكتوبة لا تبديل فيها. أنا عايز أعرف إزاي جورنان زي المؤيد يترجم مقال زي ده وينشره كمان. ناقل الكفر ليس بكافر، والجريدة قصدت صح المسلمين وتعرفهم اللي بيتقال عليهم. طب إيه الحل؟ هنسكت؟ أنا هروح الأزهر وحرتب لمظاهرة بعد صلاة الجمعة تخرج من جامع الأزهر وتهدي البلد. هذا بلد إيه اللي أنت عايز تهدها؟ يعني هم يهاجمونا من بره وأنت تهد البلد؟ أمال نسكت؟ أنا هروح للشيخ محمد عبده وهتشاور معاه. والشيخ محمد عبده هيزعل الفرنسويين؟ دول دلوقتي بقوا أصحاب الإنجليز والإنجليز أصحابه. أنا كنت خارج بصيت لقيت مقال في جريدة اللواء ما عجبنيش، قلت أقعد عشان أكتب رد عليه. فضلتك قصدك المقال بتاع مسيح هانوتو؟ أيوه، ده راجل جاهل بالتاريخ ما يعرفش أي حاجة عنه، ولولا إنه وزير خارجية فرنسا أنا ما كنتش رديت عليه. فضلت خلصت الرد؟ تقريبا، ناقص بس ترتيب العرض. اقعد عشان تساعدني. نبتدي بدي. يا راجل دي يرى كيمون ان يخلي وجه الارض من الاسلام والمسلمين ويستحسن هانوتو رايه، وهو حلم خائب ووهم خادع، فليعلم وليعلم كل من يخدع نفسه بهذا الحلم أن الإسلام إن طالت به غيبة فله أوبة، وإن صدعته النوائب فله نوبة، والله حافظ دينه ولسوف يظهره على الدين كله. خدي بعد اللي عندك. إن ما يدعيه مسيو هانوتو من أن تنزيه الله يقطع الصلة بين العبد وربه محض افتراء، فالله في الإسلام أقرب للإنسان من حبل الوريد، وللمسلم أن يقوم بين يدي ربه وقت ما يريد ودون حاجة إلى وساطة أحد، فكل مخلوقات الله تتساوى في العبودية له وتتنافس في التقرب إليه بالامتثال لأوامره ونواهيه. دي بقى تيجي بعد كده. أما مسألة القضاء والقدر فلدينا في كتاب الله نحو 64 آية تؤكد للإنسان حرية الكسب والاختيار وتطالبه بالعمل الذي لا يكل ولا يمل، ولم نعرف قط أن رسول الله عليه الصلاة والسلام استسلم القدر في إتمام دعوته وقال إن الله كفل النصر لي، فلما يكون الجهاد والتعب؟ ونعرف عن المسلمين الأوائل أنهم كانوا أسوة في السعي لنشر الإسلام حتى صار له ذلك الامتداد العريض الذي يتألم منه هانوتو وأمثاله. خدي بقى بعد اللي عندك. ولست أعرف كيف يجحد هانوتو وأمثاله فضل الإسلام على حضارة الغرب وتقدمه، وكيف ينكر أن أول شرارة في المدنية الغربية كانت من شعلة حضارة الأندلس الإسلامية. إن بعض المنصفين من المسيحيين يعترفون بفضل الإسلام في الماضي والحاضر، وبينهم إسحاق تيلر رئيس الكنيسة الإنجليزية الذي يقول في مقال كتبه أخيراً حيث صار الإسلام تسير الفضائل،
فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره، والشجاعة والإقدام من أنصاره. إيه رأيك يا محمد؟ كده عظيم قوي، مش ناقصه حاجة. يلا بقى المقال ده تبيضه بخط واضح عشان ابعته الجريدة عشان تنشره. هنبعته بالبريد مش كده؟ لا مش بالبريد، المقال ده انت هتاخده بنفسك وتروح بيه الجريدة وتؤكد عليهم انه يتنشر بكرة على طول. قوم يا عم منعم، عم منعم، قوم شوف الاخبار. اخبار ايه؟ اخبار هنطوي يا استاذ، رجع تاني يشتم في الاسلام. على العموم احنا مرتبين بكرة الجمعة ان شاء الله لمزارة، هتخرج على السفارة الفرنسية تحرقها. السفارة الفرنسية مطلعه بيان باسم هاناتو بتقول ان كان في خطأ في الترجمة بتاعت المقال بتاعه، وان وزير خارجية فرنسا بيكن كل احترام وتقدير للاسلام والمسلمين. ايه الكلام ده؟ هو لعب عيال؟ مرة يشتم ومرة يصالح؟ بعد ما رد عليه الشيخ محمد عبده عرف انه خسر المعركة، قال يعتذر بالطريقة دي. الكلام ده كله يحصل في 3-4 ايام. الشيخ محمد عبده رد تاني يوم، السفارة اخذت الرد بعتته لفرنسا بالتلغراف، فجي له اعتذار على طول. تبقى مظاهرة الأزهر بكرة مش هتنفع، واللي رتبناه كله زي قلته. أنت ليه عايز تولعها؟ إحنا عايزين إيه أكتر من الاعتذار؟ وكفى الله المؤمنين القتال. وإيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ رد الشيخ محمد عبده كان حاسم ومنطقي. وإيه اللي يخلي الشيخ محمد عبده يدافع عن الإسلام بالشكل ده؟ ده بيهدمه بكل طريقة، يهدمه ويدافع عنه. اتقي الله يا عبد المنعم بقى، اتقي الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحكايه دي فيها ان محمد عبده مش قصده يدافع عن الاسلام، ده قصد يساند الانجليز. والانجليز مالهم؟ انت اصلك مش متابع الاخبار. الانجليز اليومين دول رجعوا يشدوا مع الفرنسويين، محمد عبده قالك اهاجم الفرنسويين علشان يكسب بنت عند الانجليز. استغفر الله العظيم، انت مش هيصلح اللي في دماغك. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم. حسونا بعكير عالكل وين محروا هنا يا ابنالية الولاد يا أخويا. كل يوم جمعة وفي الساعة دي بالذات تلاقيها خارجة على سنجة 10. بتروح في ايه؟ دي مفيدة يا معلم، ساكنة في البناية بتاعتنا. ما انا عارف انها مفيدة، انا بسأل بتروح في ايه؟ يمكن بتزور حد من قرايبها. دي ارمله وملهاش حد ومحدش عمره جه زارها. يبقى الحكايه وراها ان انا بقول كده برضه. واحنا مالنا؟ اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر عليه. بتخر علينا كلنا، دي ساكنه في البنايه بتاعتنا، تمشي على كيفها ونفضل احنا نايمين على ودانا. يا معلم صبحي اتقي الله، ما يصحش تقول كلام زي ده من غير ما تكون متاكد منه. بسيطه نتاكد منها، قوموا بينا نقطرها. نقطرها فين بقى؟ ما مشي نلحقها على الطريق العمومي ونشوف بتروح فين. انا جاي معاك يا معلم صبحي. وانا معاك، اما نشوف العباره ايه. يلا بينا يا رجاله. جايه لك اهو في معادي، ولا اتاخرت عليك؟ احنا عايزين نبطل المقابلات دي بقى، ما احنا طول النهار مع بعض. يوه، هو خساره فيا ان انت تفسحني كل جمعه وانا مش مراتك؟ مراتي في البيت قدام ربنا، لكن ما حدش من الناس يعرف حاجه. يا اخويا هو في حد هنا عارفنا؟ بس انا خايف. خايف من ايه؟ ما تخافش، خد هات لنا 2 ازوزه نطر كده على قلبنا. ما كنا اتجوزنا رسمي وخلصنا عشان نرتاح. حكايه رسمي دي ما تعيدهاش تاني، يعني اضيع قرشين المعاش اللي انا عايشه بيهم؟ يا بتعملوا ايه هنا معلم مدبولي؟ انت بتاع الازهر اللي تحسبه موسى يطلع فرعون؟ لا يا معلم، دي مراتي. ومعايا مراتك بتسخبوا نزل الحراميه. انا الورقه معايا اهي. لا ورقه ايه ده؟ معوش حاجه. اخلص يا فجره، انت بالليله دي ما عدتيش دلوقتي في السؤال. شوف لك بدرح تاني. ايه؟ انا عفش وحدي في الشقه. ارجع عفشك وتروح بدايه. قسما عظما لو بيتت الليله في الشقه لمولع فيها وانت جواها. روحي خدي حاجتك، نرجع السؤال ليك. مشيتي قومي مستنيك. السلام عليكم. انت بقى حسابك عندي. دي مراتها يا معلم. لا احنا اللي ضايعين عصافير ولا مركبين قرون، دلوقتي بتقول مراتك؟ بقول دراعك دراعك. ما خلص عليك. تعبان.
حاسس ان وشي ودراعي مش هيرجعوا زي الاول ابدا. ان شاء الله هتخف. دول ناس مفتريين قوي. دول كتفوني ونزلوا فيا ضرب بالشوم والاقلام. منهم لله. عارف يا نجيب، حكايتك دي فكرتني بواقعة حصلت في السيرة، حكتها السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، ثم قمت لأنقلب فقام معي، فمر الرجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها امرأتي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. عليه الصلاة والسلام. شفت بقى أهمية عن الزواج؟ مع أن زواج رسول الله معلن، لكنه أراد أن يؤكد هذا الإعلان حتى لا يترك فرصة للشكوك والشبهات. إيه رأيك بقى في الجواز العرفي اللي بيتم في السر؟ أنا خلاص طلقت مفيدة وكل واحد راح لحاله. برضو ما قلتليش رأيك في الجواز العرفي. لا عرفي ولا رسمي، أنا خلاص توبت عن الجواز نهائي. فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده تقدم باقتراح، وسيبدأ فضيلته بشرح المقترح. في إطار تطوير وتحديث المناهج بالأزهر الشريف، أقترح تدريس مادة الجغرافيا بحيث تخصص لها ساعة تانية كل أسبوع. هي مش الجغرافيا دي اللي اسمها جيوجرافي باللغة الإنجليزية؟ نحن لا نأخذ علوم الفرنجة لندرسها في الأزهر الشريف، قلعة الإسلام ومنارته. يقول الإمام الفقيه ابن حزم من طلب علوم العرب واصدر سائر العلوم بمنزلة من ليس بيده من الطعام إلا الملح، وأظن أنه ليس هناك أفضل منه. هذه إهانة لا نقبلها للغة العربية وعلومها. لا أقصد الإهانة، ولكني أقصد التوضيح والإبانة. نحن بحاجة لدراسة الجغرافيا وتدريسها. هذا اقتراح لا معنى له، لأن مضمون هذا العلم والفائدة المرجوة منه موجودة بالفعل في مناهج الأزهر الشريف. لا أعرف أن هذا العلم يدرس بمناهج الأزهر، ومن يعرف فليرشدنا على الحلقات التي يدرس فيها. يدرس في كل الحلقات، وإلا ما عرفنا القبلة التي نتجه إليها في صلاتنا. لا أقصد بالجغرافيا تحديد الشرق والغرب، وإنما أقصد بها الخرائط التي تحدد مواقع البلدان، وكذلك اتجاهات الريح ومناطق الأمطار ومصادر الثروات. أستغفر الله، هو الذي يرسل الرياح وينزل الغيث، تريدنا أن ندخل في علم الله يا فضيلة المفتي؟ الله أمرنا بطلب العلم وتحري الأسباب. يقول تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهلون هم الذين يتجاوزون قدرهم يا مولانا، ويتهافتون على علوم الفرنجة بما فيها من ضلال وإضلال. لدينا الكثير من كتب التراث القديم، ما درسناها وما علمناها هي أولى بالوقت والجهد. نحن نطلب القديم والجديد، فنحن ندير رؤوسنا نحو الماضي ونتطلع بأبصارنا إلى المستقبل. بالله عليك يا فضيلة المفتي، لا تفسد علينا ديننا بما تأخذه عن الكفرة الذين لا يعرفون ولا يقرون ما أنزله رب العالمين. كيف يفسد الدين لو أخذنا بعلوم الجغرافيا أو أماكن البلدان كما يمكن أن نسميها؟ ما هي الأضرار والمفاسد التي يمكن أن تلحق بنا؟ يا مولانا، الجغرافيا تقول إن الأرض كروية، والله سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم الأرض بساطا. حاشا لله أن يكذب. لو أمعنا النظر ما وجدنا تعارضا بين قول الله سبحانه وتعالى وما أكده العلم الحديث. فالأرض لا تكون مبسوطة إلا إذا كانت كروية،
وبغير ذلك يكون لها حافة تنتهي عندها. تفسيرك لكتاب الله لا يلزمنا ولا يلزمنا، فلنا عقول وقلوب نميز بها. أنا أرفض هذا الاقتراح. طال الحوار حول تدريس مادة الجغرافيا بالأزهر الشريف، فلنأخذ الآراء. الموافقون يرفعون أيديهم، المعارضون يرفعون أيديهم. فليحفظ اقتراح الشيخ محمد عبده لعدم الموافقة عليه. انت عرفت الكلام ده امتى؟ الاجتماع خلص ما بقالوش ساعة. سمعت الطلبة في الأزهر بيتكلموا. يبقى المشايخ خرجوا من الاجتماع قالوا لهم على اللي حصل. أنا أول ما عرفت زعلت قوي، قلت أجي أطمن على فضيلتك بس ما لقيتكش في البيت، استنيتك بره لحد ما ترجع. وإيه اللي خلاك تقلق كده؟ هو إيه اللي حصل؟ ما هو بالشكل ده مفيش فايدة من الإصلاح، الأزهر هيفضل زي ما هو، يعني مفيش حاجة هتتغير. أنا بقى مش موافقك. اللي حصل النهاردة في مجلس الإدارة بداية التطوير والتجديد. هو مش الاقتراح اترفض؟ بس في ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وافقوا عليه. أنا السنة اللي فاتت قدمت اقتراح مماثل ما خدش موافقة صوت واحد. ما تفرقش، كده مرفوض وكده مرفوض. لا تفرق. لما ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة يوافقوا على إدخال علوم جديدة للأزهر تبقى خطوة نحو الهدف. خطوة؟ والخطوة هتعمل إيه؟ في مثل إنجليزي بيقول طريق طوله 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة، وده بداية التطوير. كده يبقى هنوصل بعد 100 سنة. مش مهم نوصل إمتى، المهم نتقدم على الطريق الصحيح. وأنا بعتقد إن اللي حصل النهاردة في مجلس الإدارة نجاح وتوفيق. أنا يهمني أطمن على فضيلتك، خفت تكون متضايق. أنا يا محمد مش من أنصار الثورة والطفرة في الإصلاح، وعايزك تبقى زيي. مش مهم تستعجل الهدف، المهم التقدم نحو الهدف وعدم الاستسلام لليأس، وبكده نضمن النجاح. فضلتك أدرى مني، وده جور الخلاف بيني وبين شيخي جمال الدين الأفغاني. هو كان يتعجل الإصلاح ولو بالثورة، وأنا أؤمن بالتدرج والصبر حتى نبلغ الهدف. ولك أن تختار لنفسك المنهج الذي تأخذ به. السلام عليكم. عليكم السلام يا نجيب. عبد المنعم أخباره إيه؟ مبسوط في الوقت بتاعته؟ برضه عاوز يروح البلد. الله، ما هو كان طالب سكن ودبرنا السكن. الحكايه مش حكايه سكن وبس، في مصاريف كتير وهو مش عارف يسدها. يا ابني ما احنا بناكل مع بعض، وبعدين انا فهمته ان الحساب يجمع، والحساب يوم الحساب. عبد المنعم برضه تعبان، تراها انجلبيته لبتاع الجرايد. بتاع الجرايد؟ هو اصله متعود ياخد جريده اللي هو شغله، والاخر رهن الجلابيه عشان الراجل يفضل يديها له. عبد المنعم ده غريب قوي، يعني يرهن جلابيته عشان يشتري كورنال؟ طب ما يقرمها اي حد. انت مش فاهم، جريده اللواء دي بالذات بتهاجم الشيخ محمد عبده، هو بقى بيتكيف قوي من الكلام ده وبيجمع المقالات. بكره يعرف انه غلطان، بس احنا برضه لازم نساعده. هتساعد اكتر من كده ايه؟ انت عملت اكتر من اللي عليك وزياده. اذا بدأتوا بالمكارمه فاتموها. انا هديله فك الرهنيه بتاعت الجلابيه، يعني عيش بجلابيه واحده؟ لا يا محمد، اوعى تجيب سيره الجلابيه دي خالص، ده انا عرفتها بالصدفه. هديه ربع جنيه على انه سلف. مش هياخده، وهيزعل مني ومن ما هو اصل عبد المنعم ده مصيبه، غاوي فقر وعنطازه. طب وبعدين يا نجيب؟ انا مش فاهم انت شاغل نفسك بيه ليه كده؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انت حر في نفسك يا محمد، انت فاكر ان انا يعني عايز احوش الخير؟ خلاص بلاش حكايه السلف دي خالص، انا في دماغي حاجه تانية ممكن اساعده بيها، بس يا رب تمشي. اليوم نتناول تفسير سوره العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة الكريمة قال الإمام الشافعي عنها: لو لم ينزل من كتاب الله غيرها لكانت قادرة على هدايتنا وبيان طريقنا. صدق الإمام الشافعي. نقف في هذه السورة عند قوله تعالى: وتواصوا بالصبر. فالصبر ملكة في النفس نستطيع معها احتمال ما يشق احتماله والرضا بما نكره في سبيل الحق. وكل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف فيها كل شيء وذهبت معها كل قوة. ولنضرب بذلك مثلا ضحالة العلم عند المسلمين اليوم. إذا دققت في أسبابها وجدت أنها ضعف الصبر. كيف يا مولانا؟ وما العلاقة بين العلم والصبر؟ وكلاهما مجال مختلف عن الآخر. لو أنك صبرت حتى أنتهي من حديثي لأدركت الصلة بين العلم والصبر. بعض الناس يعرف شيئا من العلم ولكنه لا يجد في نفسه صبرا على التوسع والتعمق فيه، وإنما ينام على فراش من التقليد هين لين لا يكلفه مشقة ولا تعبا، ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه. ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه لاتخذهم أسوة في عمله، واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين. كذلك فإن الفرد عندما يتعلم فيحتاج الصبر على دعوة الناس إلى علم ما يعلم، حتى لا يتوقف عن نشر علمه عند أول معارضة أو اعتراض يلقاه. وقل مثل ذلك عن الصبر في طلب الرزق والصبر على احتمال مشاق الحياة ومصائبها. عفوا يا إمام، بعض الناس يتصور أن الصبر يمتد إلى احتمال الذل والقبول بالضعف. ليس هذا من الصبر في شيء، ولكنه من كبائر الذنب. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كان مجدد